المشاركة السنة دي اللي انتوا هتشاركوا بيها في مهرجان القاهرة؟ المشاركة من السفارة الأمريكية عندنا شراكة طويلة مع المهرجان. السنة دي هندعم المهرجان مع جائزتين لمخرجين مصريين في هي سافروا أمريكا لإقامة في هوليوود عشان يطوروا أفلامهم هناك مع خبراء في لوس أنجلوس. وكمان هنجيب مخرجين من أمريكا عشان هيوفروا ورش عمل لتقديم مشاريعهم, يعني pitching. وهم خافيير فوينتيز ليون وفاليري كاستيو مارتينيز, الاثنين مع خبرة واسعة في صناعة الأفلام في أمريكا. كمان متحمسين عشان الفيلم Adjunct من المخرج الأمريكي من أصل عراقي رون نجور, هيكون في أرض أول في الشرق الأوسط فيلمه هنا في المهرجان. وبشكل عام احنا متحمسين زي كل سنة ندعم المهرجان عشان هو المهرجان الرسمي الوحيد في الشرق الأوسط, وكمان عشان السينما وصناعة أفلام هي وسيلة للتواصل بين الشعوب المصري والأمريكي, وكمان جزء مهم من النمو الاقتصادي في مصر. في السنة دي في المهرجان ورش قد إيه السفارة الأمريكية هتعملها, أو المخرجين اللي جايين كمان يشاركوا في المهرجان؟ الورش هما للبيتشنج من مع المخرجين اللي قلت, هما ثلاثة أيام أعتقد مع 15 مخرج مصري واحد عشان يقدموا البيتشنج سكيلز. والجائزتين هيكون في آخر يوم كايرو إندستري دايز, وهنشوف مين مستنيين مين هيروح أمريكا. معلش عندي سؤال عايزة أسأله لك, بتحبي أكتر أكلة بتحبيها هنا في مصر؟ أكتر أكل؟ كشري بدون شك, بحب الطعمية كمان لكن كشري رقم واحد. كشري وكشري وإيه كمان, ولا كشري بس؟ الكشري والطعمية وكمان الهواوشي, أنا بحب الأكل المصري بشكل عام. وأماكن الخروج بتحبي إيه تخرجي غير الأهرامات طبعاً, يعني بتحبي تنبسطي فين هنا؟ أنا بحب أنا بحب أركب فلوكة مثلاً في النيل, يعني هادي قوي. وأنا ساكنة في معادي, في أماكن كتير حلوة هناك, عندي بنت صغيرة ونخرج المتحف الأطفال, المتحف الكبير, الأطفال, كل المتاحف. أنا مش مود نسيت الكلمة اللي بورد, I'm never bored في القاهرة. مش بتملي أبدا. أنت نورتينا, وعايزة أنهي معاكي بأكتر كلمة بتحبيها تقوليها بالمصري طول الوقت. ماشي. ماشي, نورتينا, ميرسي قوي, منور بيكي.